حياكم الله. هل اقترب موعد اجتياح رفح؟ جواب يترقبه الجميع، يقابله رفض وتعذيرات دولية من مخاطر العملية العسكرية المحتملة على المدنيين والأوضاع الإنسانية، لكن هذه التحذيرات لا تجد صداها لدى القادة الإسرائيليين. نتنياهو يؤكد أن عملية رفح باتت وشيكة. جالانت يؤكد أيضا أن قواته على أهبة الاستعداد لاجتياح رفح. إذاعة جيش الاحتلال قالت إن تل أبيب تستعد لتوسيع المنطقة الإنسانية بغزة لتتمكن من استيعاب نحو 1 مليون نازح. يبدو أن جميع المؤشرات تدل على اقتراب موعد الاجتياح، كيف سيكون شكله إن تم؟ ما أثار الاجتياح عسكريا على غزة وعلى المقاومة وعلى المشهد الفلسطيني؟ هذه الأسئلة سأطرحها على ضيوفي الليلة في صوت المملكة، وأبدأ بأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. أهلا بك دكتور جمال. أهلا بالخبير العسكري اللواء ركن المتقاعد محمد باشا سليمان فر. أهلا بك باشا. مساء الخير أخي، شكرا جزيلا. وسينضم إلينا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله واصل أبو يوسف. أهلا بكم جميعا. صوت المملكة بدأ. مساء الخير. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد ترحاب بالضيوف، وسأبدأ هذا اللقاء وأبدأ معك باشا. تقديرك للموقف العسكري، بات اجتياح رفح قريبا أم أن هذا الاجتياح تقديره سياسي أكثر؟ شكرا جزيلا أولا على الاستضافة أخي عامر، والشكر يعني، وأتمنى أن نتمكن من إيصال ما يمكن إيصاله للمشاهدين الكرام. نثق بذلك باشا. أنا أعتقد أنه طالما أن نتنياهو رئيس الوزراء إسرائيل والتركيبة الحالية موجودة في إسرائيل، أعتقد أن الاجتياح قادم إلا إذا يعني حصلت تطورات، لأنه في هناك عوامل جدية متعلقة ببعض الشركاء والداعمين للكيان الصهيوني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها تحفظات، وتحفظات معلنة. هناك خلافات أصلا من بداية الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على أهداف الحرب. وإذا بنرجع لورا شوية بنلاحظ أنه حتى العملية البرية تأخرت قليلا حتى بدأت، لأنه كان في أسئلة متكررة يطرحها الجانب الأمريكي على القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، ما هي أهداف الحرب؟ لأن الأمريكان بيشتغلوا بشكل منهجي. نعم. وهنا اسمح لي أن أعود إلى الوراء قليلا طبعا. رغم أنه السؤال عن اجتياح رفح، بس يعني إذا نظرنا إلى التحليل الاستراتيجي للحرب من الجانب الاستراتيجي، نجد أن هناك ثغرات وإخفاقات منذ البداية. من جانب من؟ من جانب الإسرائيلي. جانب الإسرائيلي. يعني الأهداف المعلنة للحرب من قبل القيادة الإسرائيلية السياسية من وجهة نظر المتواضعة غير قابلة للتحقيق، والدليل على ذلك أنه الآن إحنا قربنا على نهاية الشهر السابع. صحيح. ولم تحقق إسرائيل أي من الأهداف الثلاثة المعلنة إلا جزئيا حققت تحرير عدد من الأسرى وليس بالعمليات العسكرية من خلال التفاوض. صحيح. إذن هناك ثغرة حقيقية بين الأهداف المعنية وأمكانية تحقيقها. العسكري تخلق له مشكلة عندما تعطيك قيادة سياسية أهداف غير قابلة للتحقيق، لأنه هذا الكلام يعني أن استراتيجيته ستكون فيها ثغرات كبيرة جدا. وأعتقد أن الارتباك والثغرات بين القيادة السياسية الإسرائيلية والقيادة العسكرية موجودة منذ البداية. يعني ماشي، يعني باش اسمع لي، على هذا الأساس كان الخلاف بين أمريكا وإسرائيل على شكل أهداف على العدوان. على صياغة الأهداف. صياغة الأهداف. أول هدف من الأهداف كان القضاء على حماس. تفكيك حماس. صحيح. تفكيكها يعني القضاء على حماس كحركة مقاومة. نعم. وهذا أمر غير صحيح. وهذا الهدف أعتقد أنه لا يحتاج إلى عبقرية أي واحد بتقول له بدي أقضي على حماس كليا، لأن حماس أصلا هي فكرة، التنظيم هو الأداة. صحيح. فهذا الهدف غير قابل للتحقيق، والدليل على ذلك أنه إحنا الشهر السابع من العمليات العسكرية بده ينتهي. 200 يوم. ولغاية الآن استمعنا اليوم إلى الناطق الرسمي باسم كتاب عز الدين القسام، وبحكي كلام انه المقاومه صامده ولا زال لديها قوه وثابتين على موقفهم تفاوضيا، وهذا يعني انه هم بيحكوا بمصدر قوه. الهدف الثاني هو اعاده الاسرى. صحيح. اعاده الاسرى كما لم يتحقق الا بالهدى جزئيا من خلال الفوضى. والهدف الثالث هو اعاده الامن الى غزه. انا فهمي لاعاده الامن الى غزه هو اعاده احتلال غزه.
إعادة احتلال غزة وإعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة. هذه ثلاثة أهداف لم تتحقق. هذا الكلام يعني أنه الاستراتيجية فيها مشكلة. بدي أرجع لورا شوية، معلش تحملني. في سنة 2015 لما كان آيزنكوت اللي هو الآن وزير بوزارة الحرب، نعم، كان رئيس أركان، نشر ولأول مرة استراتيجية إسرائيل الدفاعية، وأنا هذيك الأيام حقيقة طلب مني أني أقرأ الاستراتيجية وأعطي رأي فيها. ببداية 2016 أنا أعطيت رأي لمركز دراسات الشرق الأوسط نشروه، نعم. بس الملفت للانتباه في الاستراتيجية أن عدو إسرائيل القادم من وجهة نظرهم حسب تقييمهم الاستخباري والاستراتيجي المنظمات دون الدول، نون ستيت أكترز، المنظمات دون الدول، المنظمات دون الدول، لأنه بتعرف يعني عندك كان داعش وعندك حزب الله وعندك هذه التنظيمات اللي موجودة بالمنطقة، هم يعني طبعا هم يعني تقليديا حرب تقليدية دولة لدولة، ما عادوش يعني يقلقوا على خطورة من أي دولة، أي دولة في المنطقة، لأنه هم قاموا بالتطوير، بنوا قدرات يعني تمكنهم من هزيمة يعني صحيح. من وجهة نظرهم دول مجتمعة في المنطقة. وهذا الكلام سبب عندهم إشي أنا سميته الركون إلى القوة، إنه هم complacency بالإنجليزي التعبير، إنه هم مركنين إنه ما في حد بيقدر يوقفوا بوجههم بالعامية، يعني هم بيقدروا يهزموا أي عدو ممكن. الجيش الذي لا يقهر كان يعني يسمى. تقريبا هي وهذا في شيء من الغرور. فإذا كانت الاستراتيجية مبنية بشكل رئيسي على التهديد القادم والمحتمل المستقبلي هو جماعات دون الدول، هذا بالنسبة لي أنا كعسكري يعني أنه يجب أن يكون هناك تغييرات على الهياكل الرئيسية للقوات، على التنظيمات الفرعية، على التدريب، على العقيدة القتالية، على التسليح والتجهيز. ما شاهدناه في غزة يثبت، وأنا هذا رأيي بكل تواضع، حرب إلكترونية باشا يا سيدي، كل الجوانب ماشي، يثبت أن إسرائيل لم تكن مهيئة لحرب غير متناغرة. الحرب التي دخلت بها المقاومة مع إسرائيل هي حرب غير متناظرة، asymmetric war، والحرب المتناظرة أعتقد أنها وضعت إسرائيل عسكريا في مأزق كويس. حقيقي، حرب ليست جاهزة لها. سؤال، وهنا بدي سؤال حتى أرجع لك، بس بدي أخذ سؤال واحد. تفضل. كل الدلائل تدل على أنه إذا ظل نتنياهو راح يكون هناك اجتياح لرفح، صح؟ صحيح. طيب أنت اليوم بتقول لي كعسكري، نعم، وباشا وبالدراسات، تسلم، بتقول لي يا أخوي إذا أنا كعسكري الأهداف اللي أعطوني إياها السياسيين فيها خطأ أنا ما بقدر أنفذها عسكريا، نعم، مزبوط؟ صحيح. إسرائيل عاملين ذات الموضوع الاستراتيجية عندهم فيها ثغرات، معناته بعد رفح ممكن يعمل أي شيء نتنياهو، صح ولا خطأ؟ يا سيدي أنا معك، بدي بنعم أو لا؟ أنا بقول نعم. ماشي، بدي أوقفها عشان تشرح ليها بعدين، بدي أعطي الدكتور دور. شكرا. سياسيا دكتور، ألا تعد رفح ورقة يلوح بها نتنياهو لشراء الوقت حتى يأتي ترامب مثلا، أو يستغل الفرصة لتوسيع الحرب وبالتالي مصيره كالسياسي ربما يطيل عمره السياسي، تؤيد أم لا؟ لأنه عسكريا بقول لك صعب الدخول إلى رفح. أولا مساء الخير لك، مساء الخير الباشا. يعني اجتياح في رفح من ناحية يعني إنسانية وعاطفية لا، ولكن من ناحية سياسي، واقعية وسياسية وعسكرية نعم. قضية أنه الفرق والاختلاف بين أمريكا وإسرائيل حول الولوج والهجوم على فرح على رفح هو اختلاف في التكتيك وليس في الاستراتيجية. يعني أمريكا اليوم هي واقفة 100% وبشكل رصين وبشكل واضح وصريح، والدليل على ذلك إقرار مجلس الشيوخ قبل يومين 26 مليار، إضافة إلى الدعم العسكري المبرمج وعمليات الجسور العسكرية التي تنطلق من أمريكا ومن قواعدها في العالم إلى دعم إسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الذي يقود الحرب ليست إسرائيل. مؤكد. لذلك أقول بأنه عملية رفح قد تكون، وكل الدلائل وكل المؤشرات ويس، تدل على الهجوم، ولكن ربما تكون هذه كما تفضلتم هي مجرد محاولة للضغط على حماس لتقديم كثير تنازلات، من التنازلات، وربما الدخول الأتراك في هذه المرحلة دليل على ذلك. هذه النقطة. النقطة الثانية، أنا أعتقد ليس من مصلحة أمريكا حاليا على أقل
الإدارة الأمريكية الحالية أن ندخل في حرب متسعة تشمل إيران وتشمل إسرائيل وربما الآخرين. فبالتالي أعتقد هناك في ضبط للإيقاع، في هناك تناغم بين المواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحاول أن تقول سنذهب إلى الحرب، وبين المنطق الدبلوماسي الأمريكي الذي يقول نحن لسنا مع إسرائيل في هذا الاتجاه، ولكن بشروط أن يحمو. كيف سنحمي منطقة 50 ألف متر مربع لديها 1,200,000 شخص يعيشون في حالة ضنكة؟ كيف يمكن أن ندافع عنهم وكيف يمكن أن نضرب بدون أن يكون هناك إصابات؟ أنا أشك في ذلك، لأنه إذا 8 أشهر أو 200 يوم خلالهم قتلنا 100,000 بين قتيل وجريح، أعتقد خلال الثمان أشهر هذه، خلال 8 ساعات سنقتل العدد المساوي. فبالتالي ماذا سيفعل العالم؟ هل أمريكا ستقبل بذلك؟ هل يعني أن إيران وحلفائه، وأنا لا أتفق مع قضية أنه نو أكتر سيستم اللي هم الفاعلين غير الدول الذين يحاولون أن يكونوا خطر على إسرائيل، من وراء هذه إيران؟ إيران إذا معناه وراءها دولة، ومن ثم لا، أنا لا أتعامل مع حزب الله ولا تعامل مع بس حرب الوكالة. حرب الوكالة نعم، ولكن يعني إيران قادر بتقول لك احنا شو دخلنا؟ لما لا معلش، لما الحشد الشيعي او الشعبي في العراق قصف، ردوا عليه الامريكان، شو قالت إيران؟ قالت احنا ما لنا علاقة، لكن هذول العراقيين لما يحكوا على لبنان بقول لك احنا ما لنا علاقة، هذول حزب الله في لبنان. الحوثيين احنا ما لنا علاقة، هذول اليمنيين. انا اطرح سؤال، هل تذهب إلى الفكرة التي تقول يا دكتور بأنه الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إسرائيل، قالت لهم فوتوا رفح ولا تردوا على الضربات الإيرانية المتفق عليها، تؤيد من يقول ذلك أم لا؟ لا. ليش دكتور؟ أمريكا، شوف، التفكير الاستراتيجي لدولة عظمى ليس هو تفكير استراتيجي لدولة صغرى أو دولة متوسطة. جميل. بالتالي أعتقد أن أمريكا يعني أنا أعتقد اليوم في بعد شخصي في القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط وخاصة في حرب غزة ورفح. أنا أظن أنه من صالح إدارة بايدن أن لا ندخل في منذ اللحظة الأولى، منذ 7 أكتوبر وهناك تأكيد أمريكي وغربي أنه يجب أن لا تتسع الحرب، لأنه إذا تتسع الحرب يعني ربما ليست إيران، لأن إيران ستدخل فيما بعد ربما روسيا وبعد ذلك الصين، فندخل في موضوع يعني لا يحسد عليه العالم والإدارة الأمريكية. ثانيا هناك في ضغط داخلي على مستوى أمريكا وعلى مستوى حلفاء أوروبا، حلفاء إسرائيل وحلفاء أمريكا هم الأوروبيين بدوا يضغطوا بشكل كبير، وثالثا هناك ضغط داخل الحزب الديمقراطي. فبالتالي هذا كله لا يدعم ولا يدفع الإدارة الأمريكية الحالية أن تبرز ما تخفيه من نوايا تجاه الحرب في إسرائيل. هي نعم يتفق على إزالة حماس، ليس فقط لأسباب متعلقة بالإرهاب كما يقولوا، ولكن أيضا مرتبطة في تحقيق المشاريع الاقتصادية التي بدأت من الهند والخليج وصولا إلى غزة وما شابه ذلك. ولذلك تجد أن بعض الدول العربية تؤيد بشكل أو بآخر هذه الضربات لصالحها. من هنا أقول أنه الذي يدير إيقاع المعركة سواء دبلوماسيا، ونحن وجدنا أنه 3 فيتو أمريكي زائد امتناع محدد زائد رفض لاعتراف بدولة فلسطينية، هذا ليس عبثي. بالمقابل نجد أن الخطاب الأمريكي إلى حد كبير يقول يجب إيقاف الحرب ويجب الدعم ولكن أيضا أمريكا تشعر بالحرج، لأن هناك في حلفاء عرب، نتحدث عن الأردن، نتحدث عن مصر، نتحدث بعض الدول الخليجية. فبالتالي أعتقد أنه في توافق من حيث المبدأ، ولكن الآليات والتنفيذ أعتقد تختلف قليلا، ولكن الذي يوجه كل هذه العملية سياسيا وعسكريا هي أمريكا. أهلا بك أستاذ واسل أبو يوسف، ضيفي من رام الله، وأنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أطرح السؤال، هل سيكون شكل الاجتياح مختلف هذه المرة أم لا؟ هل سيوافق الغزيين إلى العودة إلى الوسط والشمال أم لا؟ في حال الاجتياح طبعا. أولا مساء الخير لك وللمشاركين في هذا البرنامج سنور، وللمشاهدين أيضا لقناة المملكة التي وقفت طويلا مع القضية الفلسطينية ونقلت الأحداث بدقة لما يجري وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
المهم اليوم نحن نتحدث عن 200 يوم من هذا العدوان حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط على صعيد قطاع غزة الذي يعني حتى الآن قدم أكثر من 110 آلاف بين شهيد وجريح ومفقود وتحت الركام والتدمير الذي شهده العالم أجمع، لكن أيضا في محافظات الضفة الفلسطينية والقدس 500 شهيد منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم، اعتقالات جماعية، إطلاق العنان لقطعان المستوطنين للاستمرار في عملية التنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني، وما يتم تناقله حول الاعتداءات المتواصلة على البلدات والقرى والحرق الذي يتم لهذه البلدات، كل ذلك بهدف التهجير للشعب الفلسطيني، لأن أحد أهداف استراتيجيات هذه الحرب هو التهجير، وليس سرا عن صحيح. منذ بدايات الحرب كان هناك تقرير للاستخبارات العسكرية الاحتلالية تحدث عن أن الهدف الاستراتيجي أو أحد الأهداف الاستراتيجية هو تهجير الشعب الفلسطيني سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن أو إلى غيرهما، وهذا ما كان يحاول الاحتلال تنفيذه، وإلا ما الهدف من التدمير الذي يشاهده العالم أجمع لكل قطاع غزة، المشفيات، المدارس، الجامعات، البيوت، البنية التحتية، لم يبقى شيء في قطاع غزة، أي بمعنى أنه يشكل بيئة طاردة للشعب الفلسطيني. لنفترض أن الحرب وقفت، أين ستكون الحياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ لذلك هو يحاول إيجاد استحالة للحياة في القطاع، وأيضا هذا ما ينطبق على الضفة والقدس، ما يجري هو حرب منهجة من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني. ولكن دعني أشير مسألة هامة طبعًا. أنه 200 يوم من الصمود ومن المقاومة ومن كل ما له علاقة بإفشال مخططات الاحتلال لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه سوى قتل النساء والأطفال والتدمير الذي نشاهده، جرائم متصاعدة ومذابح متواصلة. ما أشرت في سؤالك حول مسألة اقتحام لرفح، اقتحام لرفح سيشكل مذبحة جديدة، لأن نتحدث عن 1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم قسريا من شمال قطاع غزة وسطه إلى مدينة رفح، وبالتالي أي إمكانية للحديث عن اقتحام حتى لو جزئي سيسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى والتدمير. الهدف الرئيسي ليس هو ضرب ما يتم الحديث عنه من قبل الاحتلال وحركة حماس، هو يستهدف كل الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعتقد في هذا المجال أن الأساس في هذا الموضوع أن ما سمعت قبل قليل من محدثكم حول أن الإدارة الأمريكية هي التي تخوض هذا الحرب، وهذا صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسند وتستمر في دعم الاحتلال وتغطي على جرائمه من أجل الاستمرار في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال وترتيب وضع المنطقة. الهدف ليس فقط هو ضرب للشعب الفلسطيني وإمكانيات الوصول إلى استقرار وسلام وأمن من خلال دولة فلسطينية وحق العودة للاجئين والقدس العاصمة، هو يهدف إلى شطب كل حقوق الشعب الفلسطيني، وإلا ما الهدف من ضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة إنهاء عملها من أجل إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، أو ما الهدف من ما يقوم به الاحتلال في ظل تسليح عشرات آلاف من قطاع المستوطنين، عشرات آلاف من قطاع السلاح توزع على المستوطنين الاستعماريين من خلال الوزير المتطرف بن غفير الذي يشكل رخصة قتل للشعب الفلسطيني، وهذا ما يحصل. نتحدث عن 20 شهيد في محافظات الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر حتى اليوم من خلال 500 شهيد الذي تم استهدافهم، وبالتالي هي محاولات لكسر إرادة الصمود والتحدي للشعب الفلسطيني. ولكننا نقول اليوم بعد 200 يوم من الحرب أن شعبنا صامد على الأرض، لن يهاجر ولن يتم تهجيره، وسيبقى يكافح ويناضل من أجل قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وحق العودة للاجئين وإنهاء الاحتلال والاستعمار، على الرغم من كل الظروف المحيطة وعلى الرغم من كل وبشاعة ما يقوم به الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية في مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. طيب أنا بدي أعود إلى الباشا وأطرح عليه سؤال. إذن كل شيء اليوم مباح في نظر نتنياهو، اليوم هناك تفضلت باشا وقلت بأن هناك ثغرة في الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفق على شكل هذه الأهداف، لأنه بعد ذلك خرج الإسرائيليين وصاروا يقولوا الحرب راح تطول. هل تعتقد أن يستمر الغطاء الأمريكي أم أشكرك. أنها ستكون من طرف واحد؟ أشكرك يا سيدي. هي بالمحصلة زي ما تفضل دكتور جمال، أنا أتفق يعني جزئيا أنه بالنهاية الاختلاف على الكيفية، الحرب حاصلة، الاختلاف على الكيفية. يعني الأمريكان عندهم مشكلة حقيقية، لأنه يعني المذبحة اللي ممكن تصير إذا بدأ الهجوم على رفح لابد منها،
وين بدهم يروح السكان؟ موضوع انه يخلقوا لهم مسارات امنه، وموضوع انه يعني يحاولوا، لانه هم يدعوا الان انهم بيحاولوا بيجهزوا بمناطق ممكن تستوعب السكان المدنيين، بس هذا الكلام يعني غير قابلين اهل غزه للعوده اليهم. صحيح، ما بيجي على 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 حكي السرايا. صحيح. بس انا اسمح لي برضو ارجع لنقاط رئيسيه جوهريه بالمجال السياسي. يعني انا عسكري بس انا دارس استراتيجي وطالب في العلاقات الدوليه، ما شاء الله عليك، وبكل تواضع عندي شهاده عليا يعني بالعلاقات الدوليه. مشكلتنا الرئيسية تكمن بأن أمن إسرائيل طول عمره مصلحة وطنية أمريكية موجودة في استراتيجية القون الأمن القومي الأمريكي. هذه مسألة حاسمة. يعني الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل وأمن إسرائيل بغض النظر عن الإدارة مين، وبغض النظر عن مين الرئيس الأمريكي. هذا موضوع محسوم. وهناك نقطة أخرى أعتقد أنه يجب أن ننتبه إليها. أنا أدعي وأعتقد أنه لم يكن في يوم من الأيام باستراتيجية الولايات المتحدة وسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط قيام دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة. هذا كلام إذا فهمناه نفهم الموقف الأمريكي مرتكزا عليه. صحيح. إذن عندنا مشكلة حقيقية مع الأمريكان، والأمريكان لديهم احتكار على ما سمي بعملية السلام منذ السبعينات. اسمحوش لا للاتحاد الأوروبي ولا للدول العظمى المؤثرة الأخرى أن تتدخل هذه الأمور. هي أمور جوهرية يجب أن ننتبه إليها. عودة إلى موضوع رفح، يعني موضوع بس سؤال تفضل معلش. نعم. قلت لي بالاستراتيجية الأمريكية بأنه أمن إسرائيل هي مصلحة أمريكية. صحيح. الجميع يتفق. ولا يوجد في الاستراتيجية الأمريكية أي شيء يدل على يجب أن يكون هناك أو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. ماشي. لكن هل خاب ظن الأمريكان بإسرائيل؟ بمعنى الجيش الذي الذي لا يقهر، القوة العالمية الصناعية التكنولوجية وما إلى ذلك. هذه نقطة. نقطة ثانية، إسرائيل كانت تقوم بعمليات التطبيع يا باشا عشان يحموا أمن الدولة الدولة اللي بدها تطبع معها، ما هي اللي طلعت بدها حدا يشيلها. صح طبعا. هذه من طب هذه النظرة لا تغيب الاستراتيجية الأمريكية بما أنها غيرت مع الحلفاء والاتحاد الأوروبي. بتسأل الدكتور جمال لأنه صاحب علاقة بالاتحاد الأوروبي، تفضل كملي بهذه سيدي. النقطة. هل خاب ظن الأمريكان؟ أنا أعتقد نعم، لأنه إسرائيل هي مشروع غربي يعني بامتياز، وهذا معروف يعني. والدليل على ذلك أنه 7 أكتوبر حصل، 8 أكتوبر بلشت يعني العالم كله يبكي، العالم كله هرع، لأنه خافوا على مشروعهم. هذا مشروع يعني استيطاني استعماري وأهدافه معروفة، وتكملة المشروع الصهيوني يعني هم مصممين عليها يعني. نعم. هم احتلوا الأرض، ظل طرد السكان يعني مفهوم السلافة. سكان هم مشكلة. صحيح. لأنه عندك عرب بفلسطين التاريخية أكثر من الإسرائيليين. صحيح. أو أكثر من اليهود يعني. فهل خاب ظن الأمريكان؟ نعم، أنا أعتقد أنه الأمريكان وصلوا بمرحلة من المراحل إن إسرائيل قادرة على حماية نفسها والدفاع عن سيادتها، والأمريكان لديهم انشغالات أخرى، انشغالات وتحديات أخرى. استدارة الولايات المتحدة إلى الشرق حقيقية، هذا لا يعني أنهم سيخرجوا من الشرق الأوسط بشكل كامل. مصلحتهم الرئيسية موجودة بس أمن إسرائيل، المصالح الأخرى الاقتصادية، المصالح الأخرى الاقتصادية وغيرها برضو موجودة. لديهم أيضا أصدقاء وشركاء وحلفاء في المنطقة ما بتخلوا عنهم، لكن هم أمام مأزق حقيقي أنه كيف ممكن أنهم يوفقوا بين مصالحهم مع إسرائيل ومصالحهم مع شركائهم، لأنه في كثير من التناقض بالموضوع هذا. فهي مأزق. يعني أنا أدعي أنه الولايات المتحدة تواجه تحدي حقيقي، ويتعطل قرارها السيادي عندما يكون الموضوع يتعلق بإسرائيل، وحتى ما في توازن بسياستها بشكل يعني يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة نفسها، وهذه مشكلة حقيقية ومأزق موجود تاريخيا أصلا. ماشي. يعني ماشي دكتور، الاتحاد الأوروبي ذات الاستراتيجية مع إسرائيل أم يختلف؟ خصوصا إذا قلنا بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يخرج خارج العباءة الأمريكية. صحيح أنه يجب أن نميز بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. ماشي. صحيح أنه غرب واحد. صح. الأوروبيين أقرب لنا جغرافيا وتاريخيا. اثنين، في الواقع أنه الاتحاد الأوروبي يمثل 27 دولة. نعم. وهناك في تناقض كبير، يعني أنت بتتحدث عن محور تقود فرنسا تاريخيا يطلق عليه السياسة العربية تجاه العالم العربي، أو السياسة الفرنسية العربية.
وهذا يحاول دائما الاقتراب. يعني بدأنا في ما يسمى الحوار العربي الأوروبي بعد حرب أكتوبر 73، ثم دخلنا في بعد ذلك إعلان روما 1980، أصبح هناك اعتراف أوروبي في دولة فلسطينية ومنظمة تحرير فلسطينية، إلى أن وصلنا إلى مؤتمر برشلونة اللي هو يعني طاولة مفاوضات كبرى عربية من أجل الوصول إلى السلام، وبعد ذلك أصبح هناك فيه. فبالتالي الأوروبيين موجودين، ولكن حقيقة أتفق أنه إسرائيل وجدت كقاعدة غربية في المنطقة، يعني الذي خلقها وصنعها هو إسرائيل، هو الإنجليز في وعد بلفور، ولكن الذي تبناها ودعمها عسكريا وقوة نووية فرنسا بالخمسينيات، والذي تبناها فيما بعد أمريكا. اليوم يدافع عن أمريكا، يدافع عن إسرائيل بكل القوة، يعني بكل الطرق، ليس عسكريا ولكن دبلوماسيا، يعني هذه الثلاث فيتو يدل على ذلك. ثانيا، كيف نميز بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي عندما نجد أن المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إسرائيل ورئيسة وزراء فرنسا ورئيس وزراء رئيسة وزراء إيطاليا يحج إلى في اليوم الثاني من 7 أكتوبر ويحمل الأسلحة والتأييد إلى إسرائيل وإلى إسرائيل. فأعتقد إذا كان هناك اختلاف أو اختلاف في التوقيت، يعني الذي يطلق الرصاصة الأولى هي واشنطن، والذي يتبع هذه الرصاصات هي باريس ولندن وبرلين وغيرها. فبالتالي الموقف متأخر قليلا، لكن يحاول بسبب يعني نسبية القوة. اليوم رقم واحد على مستوى العالم، الدولة العظمى في العالم التي تملك 23 إلى 25 تريليون من الدولارات، تملك ميزانية دفاع 870 مليار، تملك 850 بارجة في العالم، هي أمريكا، وبالتالي لها السطوة الكبرى في السياسة، في الاقتصاد، وفي مجلس الأمن. لذلك الغرب لا يستطيع أن، خاصة الأوروبيين، لا يستطيع أن يقوم بما لا تقوم به أمريكا. لكن مع ذلك هناك في ردود فعل. نجد الموقف الإسباني، الموقف الإسباني منذ البداية كان محايد. الموقف الإيرلندي ربما لأسباب تاريخية متعلقة بالصراع مع بريطانيا، لكن العظمى في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، فرنسا، نحكي عن هذه الدول ذات ذات أصحاب القرار، حتى بالإعلام تصريحهم بيختلف في الغرف المغلقة. أكيد أكيد، لأنه في كما قلت سطوة بالتأكيد، أنه يعني أوروبا خرجت من الحرب العالمية الثانية مهزومة، متعبة، مرهقة، في جورج مارشال الذي دعمها، فبالتالي في هناك شعور بالتبعية غير المعلنة، في الشعور بأنها كانت محمية في الغطاء النووي تجاه الاتحاد السوفيتي. ومن ثم أصبح هناك في تراث وتقاليد في الدبلوماسية الأوروبية أن تتبع بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة. النقطة الثانية، هناك في لوبي، خلينا نعترف، يعني اليوم تتحدث عن ألمانيا، أنا ألمانيا لديها مشكلة مع إسرائيل، لديها نزعة يعني غير مقبولة، لا منطقيا ولا عقليا ولا أخلاقيا، يعني ألمانيا مريضة بماضيها، الدولة الثانية بعد أمريكا التي تدعم في السلاح إسرائيل هي ألمانيا. صحيح. تخيل أنه تخيل الدولة الثالثة هي إيطاليا، والدولة الرابعة هي بريطانيا. فأعتقد أنه هذا 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 التاريخ بين واستغلال إسرائيل للمذبحة الهولوكوست ووصول هتلر إلى الحكم وعملية التشريد، كل ذلك تستغله إسرائيل لصالحها. فهذا الأمر أعتقد في عدم التناغم يدل على أنه في اختلاف لكن لا يمكن الإعلان عنه. ومع ذلك أظن أنه هناك في دور متصاعد لفرنسا يحاول أن يجمع على الأقل مجموعة من الدول العربية، منها الأردن، منها مصر. اليوم في هناك المجموعة العربية، المجموعة، لا ليس المجموعة العربية، أنا أعتقد المجموعة المتعلقة بالدول المتأثرة بشكل أو بآخر، كما تفضلتم أنه بكرة إذا تم طرد، وهذه سياسة واستراتيجية إسرائيلية، بطرد الفلسطيني من غزة إلى سيناء، والطرد الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن، فبالتالي الدول المتأثرة بشكل مباشر هي الأردن ومصر. من هنا جاء التوافق الفرنسي الأردني المصري. ماشي. أنا بدي أسأل الأستاذ واصل سؤال، لم نسمع اليوم عن العودة إلى المفاوضات، هل ما زال نتنياهو هو من يعرقل هذه المفاوضات والتوصل إلى هدنة برأيك؟ بالتأكيد المصلحة الاستراتيجية لنتنياهو وحكومته الفاشية هو استمرار هذه الحرب، لأن في اليوم التالي لوقف هذه الحرب لن يكون نتنياهو في الحكم،
وبالتالي كما شاهدنا جميعا هناك استقالات وتحميل مسؤوليات ل 7 اكتوبر وبعد ذلك، وفشل الاحتلال في عملية تحقيق أي من إنجازاته طوال 200 يوم، بالعكس من ذلك تماما، هناك خسائر كبيرة على صعيد جيش الاحتلال، وهناك أيضا ما يمكن أن يشكل مراجعة نقدية جادة من قبل العديد من المعارضة وغيرها داخل الاحتلال. لذلك الاحتلال يمعن في مواصلة هذه الحرب، والهدف الاستراتيجي له هو مواصلتها، يعني هو يتذرع في عملية اقتحامات لرفح، وموضوع رفح يعني يمكن استمر لأشهر عديدة كما يتحدث العسكريون الاحتلاليون. وبالتالي أنا أعتقد أنه استمرار هذه الحرب مصلحة له، هو يضرب بعرض الحائط كل ما له علاقة بالقوانين الدولية والشرعيات الدولية، يضرب قرارات مجلس الأمن الدولي ولا يلتزم بالإنصياع لتنفيذ أي منها، يضرب قرارات المحكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في العالم التابعة للأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول طمس كل ما له علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية حتى لا تفتح تحقيقات لمجرمي الاحتلال. اليوم هناك جرائم موصوفة للاحتلال، عندما يتم الوصول إلى مقابر جماعية كما جرى في مشفى ناصر، هناك 400 شهيد تم إعدامهم وتصفيتهم وتم قتلهم وتم دفنهم، جزء منهم أحياء وجزء منهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، ويتم إطلاق الرصاص عليهم. لذلك هي جرائم متصاعدة، الأطفال الذين يشاهدوا العالم أجمع، النساء، المدنيين، التدمير، كل هذه جرائم. المجتمع الدولي عاجز من خلال الموقف الأمريكي عن مواكبة ما يمكن أن يشكل ردعا للاحتلال لمواصلة هذه الجرائم، لأن اليوم الحديث أنه دون أن يكون هناك عقوبات للاحتلال، دون أن يكون هناك محاكمة جادة للاحتلال تفضي إلى محاكمة مسؤولين، دون أن يكون هناك عزلة لهذا الاحتلال وقطع العلاقات معه، سيبقى ماضي قدما. هو يستطيع التعايش مع بيانات الشجب والاستنكار والحديث عن وقف الحرب وإلى آخره. نحن بالنسبة لنا باختصار شديد الأهداف الرئيسية الأربعة التي تحدثنا عنها والتي نسعى من أجلها حقيقية. أولا وقف فوري لهذا الحرب، حرب الإبادة، كل لحظة تمر هناك مزيد من شلال الدم الفلسطيني. نعم. الأمر الثاني هو إدخال المواد الإغاثة الإنسانية لشعبنا المحاصر والتي في عديد من مناطقه وخاصة في الشمال يتضور جوعا وعطشا ويستشهد العديد منهم نتاج لذلك. نعم. والأمر الثالث منع كلي ورفض للتهجير لأي مكان. والأمر الرابع نحن نسعى من أجل أن يكون هناك عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار وتقيم دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. هذا هو ضمان الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة. ماشي. ولا لم يكن هناك لا سلام ولا أمن ولا استقرار. ماشي. بدي أسألك سؤال لكن بعد الفاصل أيضا أستاذ واصل، وأسمع أراء ضيوفي حول الحديث أنه ربما ينتقل قادة حماس من قطر إلى تركيا وتصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة، لكن بعد الفاصل. تفضلوا جميعا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، ترحاب بجميع الضيوف، وسأطرح سؤالي على الباشا قبل أن أعود للسؤال الذي طرحته للأستاذ واصل، وسأعيد أيضا أحيل الدكتور جمال على هذا الموضوع. طيب اليوم بعد 200 يوم هل ما زالت المقاومة قادرة على التصدي عسكريا باشا؟ يا سيدي شكرا، سؤال يعني سؤال ممتاز وذكي. حقيقة الأمر أنه المقاومة نفسها هي اللي ممكن تجاوب على السؤال وتعرف، لكن هناك مؤشرات، وإحنا كمراقبين للمشهد متابعين للأخبار وما يخرج وما يصدر عن المقاومة. يعني اليوم للصدفة كان في تصريح وبيان من الناطق الرسمي لكتاب القسام أبو عبيدة، خرج علينا بخطاب يعني يدلل على أن المقاومة لا زالت صامدة. إسرائيل تدعي أنها دمرت يعني 18 كتيبة من 24 كتيبة موجودة في غزة، تدمير جزئي أو كلي، لكن الكلام اللي سمعناه من أبو عبيدة اليوم يدلل على أن المقاومة لا زالت صامدة ولو جزئيا، وقادرة على الرد وقادرة على الظهور في المكان والتوقيت المناسب لها. صحيح. موضوع ما هو موجود في رفح هذا موضوع ثاني بالتأكيد هناك، لأنه رفح ما صار فيها عمليا عمليات
برية، إذن الجزء العسكري من المقاومة اللي موجود في رفح بكامل قوته، لكن الموجود في وسط وشمال قطاع غزة بالتأكيد بعد 200 يوم شو صحيح في هناك يعني تدمير وفي هناك قتل واستشهد العديد من أعضاء المقاومة، لكن من خلال العمليات اللي بنشوفها وهي عمليات نوعية، مثلا العملية اللي صارت برمضان يعني الكمين، نعم صحيح، هذا يدلل على أن المقاومة نظام القيادة والسيطرة عندها لا يزال سليم وقادر على ممارسة القيادة والسيطرة، وهذا موضوع مهم جدا. يعني إذا 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 بقيت القيادة والسيطرة عاملة وفاعلة، هذا الكلام يعني أنها قادرة على إدارة عمليات. النقطة الهامة جدا هي مخزون المقاومة من الأسلحة والذخائر، يعني هذا الموضوع طبعا هم الوحيدين اللي بيعرفوه. واضح جدا أنه وتيرة العمليات من جهتهم نوعية، ليست كما كانت من قبل ولكنها عمليات نوعية. صحيح. وهذا الكلام يعني هو في أصلا مبدأ من مبادئ الحرب بغض النظر عن نوع الحرب، الاقتصاد بالجهد. صحيح. يعني أنت تخطط لفترة معينة، وأعتقد أنه اللي خططوا للطوفان الأقصى كان عندهم يعني بالتأكيد توقعات قديش ممكن تستمر الحرب، ويعرفوا إمكانياتهم وخاصة أنهم محاصرين. فهنا سؤال يعتبر استراتيجي يعني على موضوع المخزون وقديش ممكن أنه يديم عمليات. يعني بس الدلائل تشير من خلال الخطاب اليوم ومن خلال رفض حماس للتنازل عن شروطها، هذا الكلام يعني أنهم يتفاوضوا من موقف قوة، ما زلت قوة، يعني هي مؤشر أنهم بتفاوضوا صحيح من موقف قوة. فيعني الدلائل تشير هيك، وبالنهاية الله أعلم، يعني هم أعرف بما هو موجود عندهم. دكتور مارك، بتصريحات الوزير الخارجية التركي شو رأيك فيها؟ ماذا قال؟ قال بأنه نغير اسم حماس، وقال أيضا المقاي أو نقل القيادة الموجودة في قطر إلى تركيا. يعني هذا يدل على أنه الموقف القطري أصبح صعب، وهناك في ضغوطات حقيقية أولا من إسرائيل التي تحاول أن تعيق عمل قطر من خلال عملها في الجزيرة التي أصبحت مرجعية تاريخية سياسية ربما مستقبلية لإدانة إسرائيل من خلال الصور ومن خلال الأفلام ومن خلال التقارير. النقطة الثانية، هناك إحساس لدى إسرائيل أن قطر تلعب دور مزدوج، يعني هي ليست وسيط موضوعي بالنسبة لها، وهذا صحيح بالتأكيد. قطر عندما دخلت إلها فلنقل انحياز ما لقطر لحماس والإسلام السياسي، ومن ثم هذا الأمر مرفوض. وقد حركت، أنا برأيي من ناحية ثالثة، إسرائيل بعض الجمهوريين وبعض رجال الكونغرس الأمريكي للضغط على قطر وإبراز أن قطر لا تلعب الدور المشهود. فبالتالي هنا جاء الموقف التركي، خاصة أن الموقف التركي قد حوصر، يعني الخسارة الأخيرة للرئيس الرئيس التركي أردوغان أثبتت بأنه أحد العوامل التي أدت إلى خسارته هو موقفه السلبي إلى حد كبير في دعم أو على الأقل في الانحياز قليلا إلى حماس وإبقاء جسر التجارة الكبير بين الدولتين. وبالتالي يحاول أن يرمم الداخل التركي من خلال الدعوة إلى لقاء مع حماس والعودة إلى طاولة مفاوضات مع إسرائيل، من خلال أولا ربما إحل الجهاز العسكري في غزة، وثانيا إدماج حماس في حركة وفي عملية سياسية تقود إلى دولة فلسطينية، وبالانتظار ما في مانع أن تأتي القيادة الفلسطينية بقيادة حماس وخالد مشعل وهنية وغيرهم إلى تركيا. هذا الأمر لا أعتقد ولا أشك في لحظة ما أنه تقوم تركيا بهذا الأمر دون ضوء أخضر أمريكي. أمريكا اليوم في وضع صعب، يعني إذا قطر خرجت من الموضوع ومن ثم في القاهرة، القاهرة أنا أعتقد لديها حساسية، يعني إحنا نعتز بالقاهرة ونعتز بالدور المصري ولها تاريخ، لكن في موضوع حماس وموضوع الأخوان المسلمين هناك في ربط حقيقي بين عدم التمييز، وأعتقد هذا الشيء الذي يتميز فيه الأردن. الأردن يميز بين حماس كمحور مقاومة وكقيادة مقاومة في داخل إسرائيل، وبين الأخوان المسلمين كأحد الأحزاب السياسية في الأردن. مصر غير قادر على ذلك، ومن ثم التعامل والتعاطي مع الملف حماس وإسرائيل أعتقد ليس بنفس الروح التي تجدها عند القطريين. من ثم أعتقد نحن بحاجة إلى توازن، التوازن أنا أعتقد موجود في تركيا، أولا تاريخيا سياسيا حزب
الرفاه والتنمية لأردوغان يعود بشكل أو بآخر الأخوان المسلمين. اثنين، في علاقة وطيدة. وثالثا، هناك زيارة تمت قبل يومين أو ثلاثة إسماعيل هنية إلى تركيا. فبالتالي أعتقد ربما هناك ضوء أخضر من أجل البدء في عملية في حالة عدم استطاعة إسرائيل أن تصل إلى هدفها المنشود عبر عملية رفاه. والشيء الأخير الذي أريد أن أقوله، أقول يعني شوف، المعركة طوفان أقصى وافقنا عليها أو لم نتفق، قبلناها أو لم نقبل، وبالرغم من كل هذا الثمن الباهظ أعتقد أنها عرت إسرائيل. صحيح. لم تعد الديمقراطية التي تتميز عن الصحراء القاحلة. صحيح. لم تعد الجيش الذي يقهر، لم تعد تلك الدولة الصناعية التي توزع كل الأجهزة وكل الأدوات الصناعية التجسسية والعسكرية وما شابه ذلك، أصبحت دولة عادية. هذه نقطة. النقطة الثانية، أثبتت هذه الحرب أن بدون التغذية المباشرة والدعم المباشر الغربي وخاصة الأمريكي لن تكون. وثالثا، أعتقد أصبحت إسرائيل عبء على الغرب، وهذا تدركه القيادة الأمريكية. إسرائيل من نتنياهو؟ إسرائيل، إسرائيل أعتقد إسرائيل تدرك، لأنه الذي يحارب هو الشعب الإسرائيلي، المستوطنين الإسرائيليين الذين يصل عددهم إلى 700,000. يعني تتحدث أنت حوالي عن 15% من الشعب الإسرائيلي يستوطن. ماذا يعني مستوطن؟ يعني يأخذ أراضي الآخرين ويقتلهم. مستعمر. وبالتالي أعتقد هناك في صورة سردية عربية إسلامية فلسطينية بدأت تحل محل السردية الصهيونية التي برزت منذ 75 عاما. وبالتالي أظن هدف أمريكا وهدف إسرائيل، أولا قضينا على فككنا الجيش العراقي كما قلنا في 2003، أنهكنا الجيش السوري، لبنان الآن في مرحلة دولتين، دولة الحقيقية والسودان وليبيا. لا، أنا يهمني دول الطوق. لذلك أنا أعتقد إذا نجحت إسرائيل في القضاء على حماس أو قضاء على المقاومة في وتم التهجير، أعتقد سيكون الدور الثاني على مصر، ومصر هي في عين العاصفة. إذا انتهينا من ذلك ستكون المرحلة الثانية، وهي بدأت اليوم عند محاولة زعزعة الموقف القطري في الوساطة. فهذا يعني أنه بعد غد في ظل هذه الإمكانيات المالية الهائلة المستثمرة في الخارج سواء الإمارات أو قطر أو السعودية أو ما شابه ذلك، ربما نأتي في يوم من الأيام ونتهم قطر بأنها تدعم الإرهاب أو الإسلام السياسي، وبعد ذلك السعودية أنها كانت هي الأساس في 11 سبتمبر. فأعتقد الغرب يخطط حقيقة بدولة طوق إلى ما بعد. فبالتالي هذه الحرب كشفت الأهداف الأساسية الجوهرية التي سنراها في المستقبل عبر كويس. هذا التصريح. أستاذ واصل، خلال 200 يوم تم الحديث عن سيناريو بيروت، هذا هو حال قطاع غزة، كانوا يتحدثون بين القيادات راح يكون في السيناريو بيروت. بعد ذلك تم الحديث عن اليوم التالي في غزة، بعدها عن قوات أجنبية، بعدين قوات عربية، بعدين الميناء، بعد ما إلى ذلك، واليوم نسمع ما يقوله وزير الخارجية والزيارة الأخيرة إلى تركيا. كيف تقرأ هذه الزيارة وهذه التصريحات؟ يعني أنا أعتقد أنه كل ما يجري هي سيناريوهات لها علاقة بعملية شطب حقوق الشعب الفلسطيني. يعني لم نتفاجأ إطلاقا من خلال الفيتو الأمريكي الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي لحيلولة دون الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في مجلس الأمن الدولي. هذا هو موقف أمريكي يتحدث من حيث الشكل عن ما يسمى حل الدولتين، وعندما يكون هناك سيناريو له علاقة بالأمر الواقع يقفز عن ذلك ويجهد كل ما له علاقة بهذا الأمر. وخمس فيتو أمريكي جرى من 7 أكتوبر حتى اليوم في مجلس الأمن الدولي، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير هذه المعركة باقتدار وباستمرار وبدعم وإسناد. ما يتم الحديث عنه على اليوم التالي هو يهدف إلى مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى عدم إقامة دولة فلسطينية، وهذا الأمر ليس سرا عندما تحدث نتنياهو عن أنه هو الذي منع إقامة دولة فلسطينية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهو الذي أيضا سيمنع إقامة دولة فلسطينية لأنه مصلحة استراتيجية للاحتلال، لأن الدولة الفلسطينية بالتأكيد هو ضد إقامتها مع اليمين المتطرف ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن لا يصل إلى ذلك.
وهذا الأمر الذي يجعل من اليوم التالي يتحدث عن قوة عربية أو دولية أو غير ذلك بهدف عدم إقامة الدولة الفلسطينية بشكل رئيسي. والهدف الثاني هو ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. لذلك ما يتم الحديث عن أن الحرب موجهة إلى حركة حماس ومطلوب من قطر أن تبعد حركة حماس وحركة حماس تبحث عن دولة أخرى وغير ذلك هي محاولة لتشتيت الأنظار عن ما يقوم به من جرائم متصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولة أيضا طمس هذه الجرائم والمذابح التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، لأن مئات آلاف بل ملايين من شعوب العالم التي تخرج رفضا لهذه الحرب العدوانية وما يشاهده العالم أجمع من مناظر بشعة لقتل الأطفال والنساء والتدمير الذي يجري بالتأكيد هي إدانة واضحة لهذا الاحتلال المجرم. والمؤسسات الدولية معطلة بقرار أمريكي حتى لا يتم قطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم المتصاعدة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني. الهدف الرئيسي والأساسي من هذه الحرب هو ترتيب وضع المنطقة على مستوى المصالح الاستراتيجية للدول العظمى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاحتلال هو رأس الحربة في ذلك. ماشي. الاحتلال الدعم والإسناد له حتى لا يفشل في عملية تحقيق ما يمكن أن يسمو له الاستعمار الدولي من خلال عدم إقامة دولة فلسطينية، ضرب المشاريع التي لها علاقة بمساندة أو تحرر الدول العربية وصاحبة القرار فيما يتعلق بترتيبات لوضع المنطقة، وحتى الدول الإسلامية وحتى الدول الأوروبية. لاحظنا عندما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بوقف المساعدات للأونروا كانت هناك في اليوم التالي 17 دولة تعلن ذات الموقف، أي بمعنى أن هناك مخططات واضحة تماما لتهجير الشعب الفلسطيني، لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكل ذلك هي سيناريوهات واضحة تماما أنها تستخدم على الأرض من أجل تحقيق ذلك. ماشي أستاذ واسل، معي دقيقة ونص بدي إياك تجاوبني هالجواب، نسيت أسألك السؤال هذا، شو دلالة استقالة رئيس شعبة الاستخبارات؟ استقالة رئيس شعبة الاستخبارات لها دلالات كبيرة جدا، أن هناك في خلافات حقيقية وهناك في فشل ذريع، يعني استخباريا إسرائيل فشلت فشلا ذريعا. طوفان الأقصى يعني زي ما تفضل الدكتور جمال قبل شوي كشفت عورات إسرائيل كلها، صحيح. مش بس بالمجال الاستخباري، يعني إذا بدنا نقيم يمكن نقدر نعطي المقاومة 10 من 10 على كل في كل المجالات. طبعا تخطيط استراتيجي، بناء قدرات استخبارات حسب الإمكانيات، كل المجالات اللي أنت بتقيم فيها عسكريا واستراتيجيا أعتقد أنه المقاومة تأخذ 10 من 10. بالمقابل إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في جميع المجالات، ولذلك الاستقالة تعني أشياء كثيرة وقد يتبعها. طبعا هي مرتبطة أيضا ليس فقط يعني ممكن يكون لها مشهد سياسي بمجال الانتخابات مبكرة. يا سيدي هي مؤشر على مدى عمق الاختلافات وخاصة بين الجانب العسكري في إسرائيل والجانب السياسي، وهذا موضوع مهم جدا. بس أنا بدي أضيف اللي تفضل فيه الدكتور جمال إنه مش بس كشفت عورات إسرائيل كلها، يعني إسرائيل تعاني داخليا، يعني في هناك مشاكل حقيقية في الداخل الإسرائيلي. صحيح. اجتماعيا واقتصاديا الرأي العام العالمي الآن ينقلب وهذا سيشكل ضغوطات على الحكومات. أعتقد أنه طوفان الأقصى وما تبعها هي نقطة تحول مفصلية في الصراع العربي الإسرائيلي، ولن تعود الأمور كما كانت قبل 7 أكتوبر. نعم. وعلمتنا أن إسرائيل يمكن هزيمتها ويمكن التعامل. هذا هو الاستنتاج الرئيسي. دكتور بأقل من دقيقة بعد أمرك تفضل. يعني أعتقد مشكلة الدولة الفلسطينية ليست مشكلة إذا ربطنا التطبيع مع السعودية مقابل دولة فلسطينية، ولكن دولة فلسطينية بالمنظور الغربي وخاصة الأمريكي والإسرائيلي هي دولة منزوعة السلاح والسيادة. أولا منزوعة السلاح ومنزوعة السيادة ودولة مشوهة. صحيح. وتقع يعني ضمن كانتونات تحت حماية وتحت إدارة وتحت حكم إسرائيل بشكل أو بآخر، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل لا عربيا ولا فلسطينيا، لأنه بعد 75 سنة من النضال نصل إلى هذه النتيجة التي لا تتوازن، أعتقد ستدل فيما بعد على أن الصراع مستمر حتى لو تم الاتفاق على هذا. شكرا جزيلا لجميع الضيوف، اسمحوا لي أن أبدأ بضيفي من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لنظام التحرير الفلسطيني أستاذ واصل أبو يوسف، شكرا لك ولهذه المشاركة. الشكر موصول لضيفي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية دكتور جمال الشلبي، شكرا لك دكتور، والخبير العسكري والركن المتقاعد محمد سليمان فرغل، شكرا لك باشا، دمتم بخير، تقيكم غدا، فإلى حين كل التحيات.